استقبلت الدورة الجديدة من البازار الخيري ألوان سورية عدداً من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من المحافظات السورية ضمن قاعة أمية في فندق الشيراتون بدمشق. نحن اليوم أول يوم، اللي بيميزه هالمرة أنه شهر آب، آخر أيام العطلة، آخر شهر بالعطلة، فرح تلاقوا عنا كتير في صبايا مستغلين الفرصة أنه عاملين أكسسوارات، شغلات هاند ميد، حتى في شباب صغار، فأنا كتير مبسوطة فيهم يخبروني يقولوا لي أنه بدنا نشارك. حسيتهم كتروا، بس قلت ما بقينا غير هالشهر قبل ما تبلش المدارس، فمبسوطة فيهم كتير. بالإضافة للأشياء للصيف، عنا القش، عنا الديكورات الصيفية الحلوة، عنا التياب الصيفية، شغل الإيد، شي للبيت، ما بعرف شو بدي لكم، يعني متكامل، شو بتحبوا موجود معنا، ومثل العادة إن شاء الله بيكون كله شيء حلو. هدفي من المشروع هو أني أعمل منتجات طبيعية باستخدام زيوت طبيعية لفيد الإنسان والبيئة بنفس الوقت. كمان اللي بيميزه تنوعه بما خص الشعر والبشرة، كمان بيخدم فئات مختلفة من الأعمار، الصبايا والسيدات. يسهم البازار بإظهار إبداع الشابات السوريات بمجال العمل اليدوي، حيث تعكس الأعمال المنفذة عراقة الحرف التقليدية السورية وجمالية منتجاتها، كما أنها تشكل مصدر دخل للمشاركات. مشروعي هاند ميد تطريز إيتامين، وأنا بشارك هون كل شهر بالبازار، بعمل بوكسات، بعمل صواني، جزدين، بشاكير، يعني أي شيء بيخطر على بالي بتفنن فيه. المعرض ضم منتجات يدوية تراثية وأصنافاً متنوعة ومواداً غذائية وتجميلية وزينة بأشكال وأحجام مختلفة تناسب الجميع. بصراحة كتير متفائلة خير، لأنه كتير الجو هون هيك مريح وحلو. شركتي بتتضمن فيها سبلاشات ولوشن وشاور جيل وسيرومات للبشرة وللشعر. هاي الشركة أنا طمحت لها، يعني لحتى أعمل شغلات تحتاجها كل الصبايا. تشكل البازارات على امتداد العام منصة هامة لتقديم المشاريع وطرح منتجاتها، لتكون حلقة وصل بين المنتج والمستهلك بشكل مباشر.